diseases in general. طبعا انتم التفاصيل راح تاخذوها بعدين حسب كل موضوع. يعني مثلا برونكيال اسما صف رابع، الديرماتولوجي مثلا اتوبيك ديرماتايتس بالجلديه من تاخذوها. To know what's anaphylaxis and how to manage. To know what's angioedema and how to manage. So, what's allergy? Allergic diseases are common and increasing cause of illness, affecting about 15-20% of population at some time. Any range of disorders, a mild condition, ممكن تكون مثلا atopic dermatitis في mild condition, أو تكون life-threatening مثل الأنفيلاكسيز. الأتوبي، مصطلح أتوبي راح يمر علينا. إيش نقصد به؟ It is the tendency to otherwise harmless environmental substance. While allergic disease can be defined as a clinical manifestation of this inappropriate IG immune response. يعني خلينا نفترض أنه مجموعة أشخاص يتعرضون مثلا القداح مع الأشجار بولنز أو للصوف أو لمثلا الريش مع الطيور، الغالبية المفروض ما يصير عندهم abnormal أو exaggerated immune response، استجابتهم تكون طبيعية وما يصير عندهم فت allergic reaction. بس أكو percentage من ذول population راح يصير عندهم exaggerated IgE immune response، راح ينتجون IgE بكميات كبيرة لهذا ال harmless environmental substance. يعني هو هذا مثلا الكوتون أو الول أو البولنز هو harmless، بس هذولا ينتجون IgE بكميات كبيرة more than normal. هذا ال tendency to produce this exaggerated IgE response small atopy. من تظهر clinical manifestation of this exaggerated immune response هذا راح يسموه allergic disease. يجي سأل pathology of allergy. Normally the immune system does not make detectable response to the many environmental substances to which it is exposed daily. واضح أنه أنت ال immune system ما يكون مناعة للشغلات اللي هي مفترض أنه تكون harmless واليومية تتعرض لها. However, allergic reaction an allergic reaction initial exposure to an otherwise harmless exogenous substance known as allergen triggers production of specific IgE antibody by activated B cells. يعني الأشخاص اللي عندهم allergic reaction مثلا للبولنز، من يتعرض للبولنز راح اللي هو يعتبر allergens، هذا راح ينتج لنا كميات كبيره من الـ specific IG يعني IG against pollens okay by activated B cells. These IgE antibodies bind to the surface of mast cells via high affinity IgE receptors, a step that's not itself associated with the clinical sequelae. يعني ما راح ينتج كميات كبيره من الـ IgE، هذا الـ IgE راح يرتبط بالmast cells. هذا طبعا on first exposure when he first exposed to that allergy. هذا الارتباط ما راح يؤدي لنا الى شيء، بس on re-exposure the allergen bind to membrane bound IgE which activate mast cells releasing variety of mediators. يعني انت اول تعرض للانتيجين راح البي سيلز تنتج IgE، وهاي IgE راح ترتبط بالmast cells ونو سيكولي اوف ذات. But on re-exposure, the antigen راح يدخل مرة الأخرى البدي راح يجي يرتبط بالIgE اللي هو أصلاً sitting on the mast cells. هذا الارتباط راح يدينا إلى release of allergic mediators, histamine, bradykinin, mediators like histamine, وينتج لنا type 1 hypersensitivity reaction اللي هو the basis of symptoms of allergic reaction. ممكن طبعاً قلنا تكون mild, simple. سنيزينج، راينوريا، الخشم يجري، العطاس، أو أنه ممكن تكون أنافيلاكسيس. هاي البيكتشر تشوفك الشيء اللي حكينا عنه الباثولوجي أوف ألرجي. مثل ما واضح أنه دخول الألرجين البي سي راح تنتج أي جي أنتيبودي، الأي جي راح تقعد على الماس سيلز أون إنيشال إكسبوجر وماكو فت سيكولي. بالري اكسبوجر مرتبط من يتعرض البدي للالرجين، هذا الالرجين راح يجي
ويرتبط بالانتيبودي اللي هو اصلا مرتبط بالماست سيل، وراح يصير عندنا ريليز اوف ميدييتورز اللي هي هيستامين وتريبتيز وفيزو اكتيف بيبتايدز، وهي هي راح تعمل لك الفازو دايليتيشن اوف بلاد فيزلز وبرودكشن اوف ميوكوس مثلا حسب الاريا اللي افكتد. فراح يصير عندك مثلا السكين راح يصير اوريثيما وريدنس وهوتنس ممكن واتشينج، بالنوز راح يصير راينوريا وسنيزنج وهالفيتشرز هاي. زين، احنا قلنا اكو ناس تتعرض للالرجين ما يصير عندها كلش، واكو ناس تتعرض للالرجين راح يصير عندها هاي الفيتشرز. ليش هون طبعا، وليش الالرجيك ديزيز زادت بال خلينا نقول بالفتره الاخيره بالسنوات الاخيره؟ فاكو مني ثيوريز. الانسيدنس اوف الالرجيك ديزيز از انكريزينج، ذس تريند از لارجلي ان اكسبلين، ما معروف ليش. But one widely held theory is the hygiene hypothesis. شنو هاي الهايجين hypothesis؟ This proposed that infection in early life are critically important in maturation of immune response and bias the immune system against development of allergies. It suggested that high prevalence of allergic disease is the penalty of for decreased exposure to infection that has resulted from improvement in sanitation and health care. يعني سابقا كان الاطفال من هم باعمار السنه وسنتين وثلاثه وهي يتعرضون للانفكشن، ما كان انه انتي بايوتيك مثلا موجود بكثره، مو كل انفكشن يتعالج بانتي بايوتيك، حتى ايمونايزيشن ما اكو فيتشر عن انفكشن. فالاميون سيستم راح ويل رياكت وذ ذيس انفكشن، فراح يصير ماتوريشن اوف اميون سيستم، وبنفس الوقت ما راح يصير عندنا allergies، يعني الاتجاه immune response انه يكون against infection and not to develop allergies. بالسنوات الاخيره الهيلث كير امبروفمنت والسانيتيشن، الماي معقم والمغلي واي infection راسا انتيبايوتيك، فالimmune system ما راح يصير بماتوريشن وبالشكل اللي مثل كان قبل، فهذا راح يؤدي انه يتكون عندنا allergic diseases. طبعا هاي ثيوري ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. نرجع نقول ليش اكو اشخاص يصير عندهم واكو اشخاص ما يصير عندهم allergic reaction مع انه يتعرضون لنفس الالرجين. طبعا هون المهم هو الجينيتيك فاكتورز والفاميلي هيستوري، وشافوا انه اكو wide array of genetic determinants of disease susceptibility including gene controlling innate immune system response, cytokine production, IgE level, and the ability of epithelial barrier to protect against environmental agents. فيعني هذول الناس اللي عندهم genetic abnormalities مثلا يصير عندهم overproduction of IgE levels أو increased cytokine production أو innate immune response يكون strong، فراح يدينا إلى أنه من يتعرضون للألرجين راح يصير عندهم allergic reaction. الانفيرمنتال فاكتورز تشمل لنا بكتيريال فايرال انفكشن بولوتنتس اند سيجاريت سموك. هذا كلينيكال مانيفيستيشن اوف الرجي. فعندك درماتولوجيكال لايك ارتيكاريا، اتوبيك اكزيما اوف كرونيك الرجي كونتاكت اكزيما انجيوديما، عندنا ريسبيراتوري ديزيزز لايك اسما اند اتوبيك راينايتس، اوفثالمولوجيكال لايك الرجي كونجكتيفايتس، gastrointestinal like food allergy، وعندنا others اللي تدخل في الانفلاكسز والدروغ allergy والallergy to insect venom. طبعا مثل ما قلنا تاخذوا بالتفاصيل في كل حسب كل موضوع حسب السيستم راح تاخذوه، مثلا مثل ما قلت لكم بالمدسم درماتولوجي بالمراحل اللاحقه ان شاء الله. نحكي عن diagnosis in general، يعني when assessing patient with a complaint of allergy it is important to identify what the patient means by the term. يعني ميزي مريض يقول لك انا عندي حساسيه، تقول له يعني تفتهم منه ايش اي يقصد. مرات يجوز هو يقصد something is not allergy، يعني كثير مرات تسال المريض عندك حساسيه من البنسلين يقول لك ايه. زين انت ما اخذ بنسلين؟ ما يعرف، او ما اخذ بنسلين ايش كان يصير عندك؟ ينطيك فت كومبلين ما له علاقه بالالرجي، لا هو راش ولا itching ولا فيعني ما كل شيء اللي يقوله انه مريض الرجي هو معناته الرجي 100%، فلازم يعطيك توضيح ايش يقصد بالالرجي.
the nature of symptoms should be established and specific triggers identified. شنو اللي triggers for allergy إذا معروفة along with the predictability of a reaction and the time lag between exposure to potential allergy and onset of symptoms. An allergic reaction usually occurs within minutes of exposure. يعني هاي اللي هو التايم لاج من اتعرض للالرجي بعد ايش قد بدت السيمتومز. فاذا within minutes هذا يمشي مع الالرجي. اذا فتره طويله ممكن يكون هذا مو الرجي, يعني اذا ايام او اسابيع. Allergic reaction usually occurs within minutes of exposure and provoke predictable reproducible symptoms such as angioedema, urticaria and wheezing. يعني اذا اكو substance act as allergen وتتعرض لها اكثر من مره فتشوف انه كل ما يتعرض لهاي substance يصير عنده similar features. هاي هو reproducibility. فit is predictable انه من يتعرض انه يصير عنده هاي features وفعلا يصير عنده من يتعرض لها. A specific inquiry should be made about other allergic symptoms, past and present. يعني من جيك مريض أسمى, برونكيال أسمى, ربو قصبي. أنت هم تسألوا على personality for other allergic features. هل عنده rhinitis, running nose, why when exposed to pollens? هل عنده atopic dermatitis, for example? Also, family history of allergic disease. هم مهم. يعني قلنا أنه family, هذه condition بي genetic factors, ممكن تكون family. The family history of allergic disease. هم نسأل عنه when we evaluate patient. Potential allergy in home and workplace should be identified. هون مهم تيجي بالهيستوري مثلا انت الاوكيوبيشن ماله اشنو. ممكن الاوكيوبيشن يكون لها دور بالاكسسربيشن اوف سيمبتوم. يعني يجيك اتوبيك درماتايتس هو يشتغل مثلا بنا, فمثلا التعامل مع هاي السيمنت او اذر سبستانس ممكن هي السبب. يشتغل بالصوف تشوف انه عنده دائما برونكيال اسما وتكون ورس ثرو اوت ذا ويك بات امبروف ات ذا اند اوف ذا ويك. من يكون معطل نهاية الأسبوع السيمتومز تقل, بينما خلال الأسبوع يزيد. هاي هون معناته الأوكيوبيشن ممكن يكون له دور. بالبيت يعني مثلا مريض أسمى وتنطيه تريتمنت وما يستجيب, شوف أنه دور أنه ها مثلا عنده طيور بالبيت, حيوانات, ممكن يكون هي السبب. حتى البيلو مالته المخدة ممكن إذا بيها ريش ممكن تكون سبب لازم تتغير. فتدخل في أدق التفاصيل اللي ممكن تكون لها علاقة. الهيستوري از فيري امبورتنت ان مانجمنت اوف الرجيك ديزيز. طبعا مانجمنت ان جنرال مو بس الرجيك ديزيز, بس حكينا على الرجيك ديزيز. ا ديتيلد دراج هيستوري شود اولويز بي تيكن انكلودينج ديتيلز اوف ادهيرنس تو ميديكيشن. انه هل انه مو ملتزم بالادويه اللي نحن صرفنا له هي ياخذها باوقاته يوميا ولا لا. اون نيد possible adverse effect and use over counter or complementary therapies. مرات ياخذ ادويه هو من الصيدليه بدون وصفه طبيه ممكن تكون هي responsible for allergic reaction. فهاي نخلي او herbal therapies يروح هو ما ياخذ دواء بس يروح ياخذ فد عشبه من العطار وهاي العشبه ممكن تكون هي السبب مال الالرجي. فشوفوا هاي التفاصيل كلش مهمه بالمانجمنت اوف allergic disease. يجي اسال investigation. طبعا اكو many investigations. One of them هو the skin prick test. هذا هو key investigation in assessment of patients suspected of having allergy. التكنيك مالته انه a droplet of diluted standardized allergy is placed on forearm and the skin is superficially punctured through a droplet with a sterile lancet. After 15 minutes a positive response is indicated by local wheal and flare. Response 2 millimeter or more larger than the negative control. يعني هو اشنو هذا التيست؟ هو انه راح يجي يخلي ماركس على السكين, ممكن ارقام تكون او اسماء, ويرجع يخلي قطره من كل الرجين عنده موجوده جاهزه, مثلا الدست, مثلا الكات, مثلا يجيب مادة مثلا ما مفترض تسوي ألرجي سلاين, يجيب مادة مفترض تسوي ألرجي الهستامين. فراح يخلي قطرة
يعني تكون مفيدة. Major advantage of skin prick is that patient can clearly see the result, which may be useful in gaining adherence to avoid this fissure. راح يشوف انه هذا البولن سواه له الرجي فيقوم هاي يتجنب مثلا الشغلات اللي تأذي او الفيثر او الانيمالز لايك كات دوجز. This advantage includes risk of severe allergic reaction. ممكن انه يصير عنده انفلاكسس. لهذا لازم تكون تهمك التريتمنت جاهز ورا انفلاكسس. Results are unreliable in patients with extensive skin disease. يعني مريض عنده فت severe extensive skin disease ما تطيق الريزلت تكون not accurate. Antihistamine inhibits the magnitude of response and should be discontinued for at least 3 days before testing. يعني إذا مريض ياخذ drugs اللي يسموه antihistamine اللي تقال هيستامين راح تعيق لنا الرياكشن إذا كان موجود فلازم أوقفه 3 أيام قبل التست. Low dose steroid does not influence result test. فممكن يستمر عليها. هاي الصورة مال شلون الترقيم موجود وتنخلى السبستانس وبعدين نعمل سبريك تيست بعد 15 دقيقة مثل ما تشوفون اكو قسم من صار رياكشن اللي هو الويلز او الفليرز وقسم منه لا ما عملت رياكشن فهو ممكن يشوف ايش السبستانس اللي عملت الرياكشن ويقوم يحاول يتجنب. طبعا اذا تطلع وحدة اثنين سهلة اذا اكثر شوية صعبة لان من يزيد على الالرجيز صعب انه يتجنب هاي الاعداد الكبيره من الالرجين في التعامل معها. عندنا another test اللي هو specific IgE test. هذا هو alternative to skin prick testing وهو quantitation of IgE directed against suspected allergen. يعني مو IgE in general. IgE against مثلا pollen, IgE against feather, IgE against مثلا cotton for example او wool. ف specific IgE test بالبلط طبعا. The sensitivity and specificity of specific IgE test طبعا previously كان يسموه radio allergosorbent test are lower than those of skin prick test. فهو sensitivity and specificity اقل من skin prick test بس طبعا more feasible اسهل سحب له بلد دزه عمل هذا التست بدل ما يشوف الهاي. بالاضافه الى انه IgE test useful if the skin testing is inappropriate such as patient taking antihistamine. يعني مريض عنده antihistamine مستمر او اذا عنده severe skin disease فراح يعيق لك الانتربريتيشن مال ريزلت. عندنا supervised exposure to allergy. يعني هو يشك انه مثلا عنده حساسيه من فور اكزامبل الفيثر راح يجي ياخذ الانتيجين هذا ويخليه مثلا بالنوز ويعمل له تشالنج او برونكو الفيولر بروفيجيشن تيست بالبرونكاي او انه انجكشن حتى تشوف انه كفود يعني الرجي. فانت واني تعمل الالرجيك رياكشن من خلال الاكسبوجر فهذا التيست هو يوسفول انفستيجيشن اوكيبيشن اسما اور فود الرجي. بذول الشغلتين بالخصوص اوكيبيشن الاسما او فود الرجي يسموه تشالنج تيست. تشالنج تيست تحدي ايمتى يستخدم؟ هذا مو روتين يستخدمونه اذا السكين تيستينج والاي جي سبيسيفيك اي جي ار نيجاتيف وانت ستيل عندك سسبشن انه هذا المريض عنده الرجيك ديزيز. لو عملت له هاي التيست كانت نيجاتيف هذاك الوقت تروح للتشالنج تيست. طبعا هذا لازم ينعمل بسبيشال سنتر يعني مو انت قاعد مثلا بكلينيك ما عندك ادرينالين وما عندك ستيرويد يمك واذا يحتاج جزء المريض انتيوبيشن او جزء يعني لازم ينعمل سبيشالايز سنتر فاسيليتيز موجوده اذا المريض صار عنده اشكاليه ممكن تتداخل. عندنا الماس سيل تريبتيز. ميجرمنت اوف سيرم ماس سيل تريبتيز از اكستريملي يوسفول ان انفستيجيتنج بوسيبل انفيلاكتيك ايفنت. ايديالي ميجرمنت شود بي ميد ات تايم اوف ذا رياكشن فولوينج ابروبريت ستيشن and 3 hours and 24 hours later. يعني مريض جاك انت suspicion عنده anaphylaxis بس ما طعاك history واضح انه تعرض لمادة معينة وصار هكذا بس clinically صار عنده suspicion هذا anaphylaxis فحتى ممكن انه تكون تشخيصك صحيح you should check mast cell tryptase in the blood. طبعا after doing the station انت اعطيته الادرينالين والستيرويد والانتيستامين وترجع تسحب blood
سنت فور تريبتيز، وبعد 3 ساعات وبعد 24 ساعه ايضا تعمله. البيز اوف ذيس تيست از ذا سيركليتنج ليفل اوف ماست سيل ديجرانيليشن برودكت رايز دراماتيكلي تو بيك 1-2 hours after a systemic allergic reaction. انه after 1-2 hour من الرياكشن راح تكون يعني البيك اوف انكريز، فانت immediately after recitation راسا تسحب بلود وتدزه، وبعدين تشوف انه بعد 3 ساعات او 24 ساعه يبدا يقل. التريبتيز is the most stable of these and easily measured in serum. يعني هو مو بس التريبتيز اللي يطلع عندنا من الماسير، بس هو هذا الموست ستيبل اوف ذيس، لهذا انه ممكن تقيسه بالسيروم. عندنا another test اللي هو serum total IgE. قبل شوي حكينا عن specific IgE. IgE against مثل ما قلنا pollen. IgE against فيتا. هون لا. Total IgE. هذا عادة not routinely indicated in the investigation of allergic diseases. Although atopy is the most common cause of elevated total IgE in developed countries, there are many other causes like parasitic and helminth infection, lymphoma, drug reaction, eosinophilic granulomatosis with pollenitis, اللي هو سابقا كان يسموه Churg-Strauss vasculitis. يعني هذا حكي ايش معناته؟ انت من يطلع عندك التوتال اي جي elevated، هو مو بس الالرجي ترفع النية، مثل ما قلنا parasitic infection, helminth infection, lymphoma, اكو drugs, اكو vasculitis، فهي كلها ممكن تكون cause of elevation. فهذا is not specific. بالإضافة إلى أنه normal total IgE does not exclude allergic disease. فهو إذا positive ما معناته عنده allergy. ممكن أكون other positive. وإذا negative does not exclude allergic disease. هذا هو ما كلش useful. Eosinophilia. Peripheral blood eosinophilia is common in atopic individual but lack specificity. يعني not specific. Eosinophilia of more than 20% or an absolute eosinophil count over 1.5 multiplied to power 10 power 9 should initiate a search for non-atopic causes such as eosinophilic granulomatosis with pollenitis or parasitic infection. نفس الحكي أنه أنت الإيزينوفيليا ممكن تشوفها many conditions not only in atopy. ممكن تكون parasitic infection. ممكن تكون vasculitis. Like Churg-Strauss حكينا عنه قبل شوية. فهسه احنا شفنا انه الهيستوري how it help us in evaluating patient with allergic disease, how to investigate patient with allergic disease ذكرناهم. نجي هسه عن management. طبعا هم in general avoidance of allergy رقم واحد. This is indicated in all cases and should be rigorously attempted with the advice of specialist dietitian and occupational physician if necessary. يعني انت مثلا اكتشفت انه هو مثلا برونكيال اسما وتعرضه للصوف او لماده كيميائيه معينه زيد له السيمبتومز ماله، ف try to avoid this substance as much as possible حتى لو مرات يضطر انه يغير الجوب مالته. الفيثر مثلا بالبيلو كان السبب التغير المخدر يصير بوليستر او اذرز فور اكزامبل. اذا اكو حيوانات بالبيت شيل الحيوانات من البيت. يعني avoidance of allergies هذا هو معناها. Another group of any other treatment هو antihistamine. هذا group واسع من الدرجز أخذتمه يمكن بالفارماكولوجي. It's useful in management of allergy as they inhibit the effect of histamine on tissue H1 receptors. Long acting non-sedating preparation are particularly useful for prophylaxis. طبعا antihistamine generation عندك الفيرد جنريشن اللي هم مثل الالرمين دافينهيدرامين هذول وكلورفينرامين هذول سيديتينج شورت اكتينج سيديتينج، بينما عندك السكند جنريشن مثل اللوراتيدين دسلوراتيدين والاذرز هذول نوت سيديتينج ولونج اكتينج دروجز، فهذول ممكن يفيدونا بالبروفيلاكسيس. بس اذا انت يو نيد ايميديت انتيستامين افكت تنطي مثلا دايفينهيدرامين او كلورفينرامين اللي هم شورت اكتينج وسيديتينج. عندك another group of drug glucocorticoids which are highly effective in allergic disease and if used topically adverse effect can be minimized. طبعا تعتمد انت اذا يجيك مريض اتوبيك درماتيتس ممكن تستخدم الجلوكوكورتيكويد topically، بس مثلا بونكيال اسما ممكن تنطيك كانهيلر بتاعك topical.
او بحال الحاله راح تقلل سايد افكت مال الستيرويد، مثل ما مثل سايد افكت لما تنطي اورالي او بارنترالي. برونكيال ميوكوزا هم راح يصير بامتصاص جزء قليل بس يكون. بينما تنطي سيستميك لا، سايد افكت راح تكون اكثر. تعرفون سايد افكت مال الستيرويد، الهايبرتنشن، دايابيتس، كوشين فيتشرز، الاوستيوبوروسيس، افاسكوندروسيس كثيره. انك انذر دراج اللي هو الصوديوم كروموغلايكيت، what is mechanism of action of this drug? It stabilizes the mast cell membrane, inhibiting release of vasoactive mediators. It's effective as a prophylactic agent in asthma and allergic rhinitis, but has no role in management of acute attack. هاي نقطة مهمة. يعني هو يفيدنا كبروفيلاكسيس من يجيك مريض بالطوارئ وعنده acute severe asthma، ما يفيدنا sodium chromoglycate. هو يمنع release of vasoactive mediators كبروفيلاكسيس، بس ما راح ينفعني بالمانجمنت of acute cases. It's poorly absorbed and therefore ineffective in management of food allergy. فهو يفيدنا بالالرجيك رينيتس، مثلا نعطي كنيزل سبراي او كانهيلرز بس مو كاورال. نجي هسه الانتيجين سبيسيفيك اميونوثيرابي. This involves sequential administration of increasing doses of allergy extract over a prolonged period of time. يعني طلع المريض عنده حساسيه من مثلا فيثر، يقوم ينطونه الانتيجين اوف فيثرز، ينطوه بدوزز صغيرة جدا ويزيدوها بالتدريج. يعني ينطوا كمية بعد فترة، مثلا ينطوا انترفز، مثلا قلت يجي بعد اسبوع او بعد اسبوعين او بعد شهر، ينطوا كمية اكبر وهكذا، فيزيدون الكمية تدريجيا over prolonged period of time of that antigen. هذا راح يعمل desensitization، يقوم المريض ما يتحسس لهذه السبستانس او التحسس لهذه السبستانس يقل. Mechanism of action is not fully understood, but it's highly effective in the prevention of insect venom anaphylaxis and allergic rhinitis secondary to grass pollen. The traditional route of administration is by subcutaneous injection, oral antigen as subcutaneous injection, which carries the risk of anaphylaxis. لهذا نفس الشيء، هذا هاي البروسيجر أو التريتمنت لازم يتم في مراكز متخصصة عندهم facilities إذا صار emergency. Sublingual immunotherapy is also increasing the use. Sublingual تحت اللسان. Another drug used for allergy is omalizumab. Omalizumab is monoclonal antibody directed against IgE. It inhibits the binding of IgE to mast cells and basophils. يعني هذا يمنع ارتباط ال IgE مع mast cells والبيزوفيل، فإذا ما ارتبط ما راح يصير release of mediators الهستامين والأدرس. It is licensed for treatment of refractory chronic spontaneous urticaria and also for severe persistent allergic asthma that failed to respond to standard therapy. ذول المونوكلونال antibodies أول شيء expensive، الشغلة الثانية السايد افكت بينهم مهم كثير. فأنت ما أي مريض يجي ينطوه، انت لازم يبدا بالستاندرد تريتمنت، ينطي مثلا باسما راح ينطي برونكودايليترز والانهيلد ستيرويد، واذا ما استفاد اكل هذول المونتي لوكاس، وعندك حتى توصل للاورال ستيرويد. واذا كل اي فيلد هذاك الوقت ممكن يستخدمون المونوكلونال انتيبودي. The dose and the frequency are determined by baseline IgE which is measured before the start of treatment and body weight. It's under investigation for allergic rhinitis but not yet approved for this indication. Another drug is adrenaline. طبعا هذا given by injection in form of preloaded self-injectable device can be life-saving in acute management of anaphylaxis. أهم treatment بالانفلاكسس the first treatment to be given is adrenaline. لهذا لازم تعرفون تتعاملون مع هذا الدرج. و should be given intramuscular. نجي هسه على anaphylaxis. Anaphylaxis is a potentially life-threatening systemic allergic reaction caused by release of histamine and other vasoactive mediator from mast cell. ف
for allergic reaction, but it's life-threatening. The risk of death is increased in patients with pre-existing asthma, يعني إذا صارت الأنفلاكس في شخص عنده history of asthma, خاصة إذا كان poorly controlled, أو إذا تأخر لتريتمنت with adrenaline. يعني أنت هون من شخص الأنفلاكس, you should give adrenaline immediately, intramuscularly. If there's delay in starting adrenaline, or a patient already عنده history of bronchial asthma, خاصة إذا poorly controlled, risk of death will increase. How to quickly assess patient with anaphylaxis? The severity of reaction should be assessed. The time between allergen exposure and onset of symptoms provide a guide. يعني أنت هون أشقد أقصر الفترة بين allergen exposure والonset of symptoms هذا more severe. معناته. Inquiry should be made about potential triggers. مرات ما يجي ما يدخلك أنا تعرضت لفلان substance وصار عندي هاتف. فأنت هون لازم تبدأ تسأل. If these are not immediately obvious, a detailed history of the previous 24 hours may be helpful. لازم تدخل على 24 ساعة ايش الشغلات اللي تعرض لها. تسأل أخذ الدواء معين, أكلة معينة, insect مثلا of مثلا bees sting. يعني تبدأ تدور على أي شيء ممكن يسوي لك allergy. The most common triggers are foods, latex, insect venom and drugs. A history of previous allergic response to offending agent is common. يعني ممكن المريض انه هو عنده حساسيه من هاي الشغله وتعرض له مرت اللخ وصارت عنده المشكله, وهو مثلا اما مثلا يعني ما يعرف انه هاي السبستانس موجوده. يعني مثلا عنده حساسيه من البينوت, راح مطعم وكان موجود هذا في شغله معينه وما يعرف بيه بينوت واكله, فممكن يصير عنده هذا الرياكشن. او دراج ماده معينه تعمل له عنده حساسيه منها, فهي موجوده في دراج هي مو المكون الوحيد او بغير اسم اخذها وما انت كطبيب لازم تسال عن دراج الرجي. جاك مريض دخل المستشفى ما سالته عندك حساسيه من فلان دراج او فلان دراج, جيت كتبت له هذا الدراج ويصير الرجي. فهي النقاط ننتبه لها. The route of allergen exposure may influence the principal clinical feature of reaction. For example, if allergen is inhaled, the major symptom is frequent wheezing. يعني تعتمد إذا هو inhaled allergen, the respiratory symptoms راح تكون predominant. إذا nasal مثلاً ممكن يصير allergic rhinitis وهالشغلات تكون features, يعني running nose تكون prominent. إذا skin contact ممكن يصير عندنا السكين راش والإتشين تكون prominent وهكذا. بس هي طبعا مو معناها يعني راح يصير systemic reaction, مو بس انه local, بس هاي المنطقة اللي يدخل منها راح تكون prominent feature. إيش شنو common cause of systemic allergic reaction؟ فعندنا طبعا يقسموها انه anaphylaxis اللي هو IgE mediated mast cell degranulation, والانافيلاكتويد اللي هي non IgE mediated mast cell degranulation. شنو الكوز اوف انافيلاكسيس كومون كوز؟ فود لايك بينوت تري نوتس فيش شيل فيش الميلك ايج سوي برودكت الستينجز مثل بي فينوم والواس فينوم النحل والزنابير كيميكال دراجز اند اذر فورم بروتينز مثل الانترفينوس انستيتيك ايجنت بنسلين اذر انتي بايوتكس لاتكس. الانافيلاكتويد تشمل إن drugs like aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs, opiate, radio contrast media, physical like cold or exercise, idiopathic, no cause identified 20% of patients with anaphylaxis. هذا ال diagram يشوفك أو image يشوفك the common manifestation of anaphylaxis. فعندك ممكن يكون مريض unconscious تشوفه. أو أنه feeling of impending death, أو angioedema of lips and mucous membrane, so swelling of lips, conjunctival injection, conjunctival تكون red, flushing, facial flushing, wheeze, bronchoconstriction, أهم نقطة blood pressure, يكون hypotension, site of sting, ممكن تشوفه, ممكن تشوف urticaria, هاي skin reaction. ممكن نشوف itching of المريض عنده itching palms, soles of feet and genitalia.
ممكن involvement of GIT يعمل لك diarrhea abdominal pain, ممكن يصير cardiac arrhythmia. طبعا the differential diagnosis مثل ما تشوفون other causes of loss of consciousness, يعني انت من وعيس عند loss of consciousness كما بس يجي anaphylaxis لا هو يكون الكوز, ممكن يكون vasovagal syncope, واحد واقف بالشمس فترة طويلة وقع هذا vasovagal, أو cardiac arrhythmias أو myocardial infarction. And the causes of respiratory distress, يعني لو هم يسعينا respiratory distress, and other causes of respiratory distress, مثل status asthmatics, laryngeal obstruction, hepatic angioedema, or one inhibitor deficiency. And the يعني, differential diagnosis has to be the presentation. Okay? نجي مهمة جدا. Emergency management of anaphylaxis. الأول مهم prevent further contact with allergy حتى نمنع ال ongoing mast cell activation. إذا أكو substance مثلا in contact ممكن تشيله حتى أنه لا يصير ongoing mast cell activation. Ensure airway patency to prevent hypoxia ومرات تصل يعني إلى أنه intubation. الادمستر هاي النقطة مهمة يعني most important the first drug to be given is adrenaline which is given in 0.3 to 1 ml IM IM not subcutaneous in adult. Repeat at 5-10 minute intervals if initial response is inadequate. Intramuscular route important because of peripheral vasoconstriction. Act within minutes, increase the blood pressure and reverse bronchospasm. فراح يزيد لك blood pressure reverse bronchospasm. Administer antihistamine like chlorpheniramine 10 milligram intramuscular or slow IV injection which block the effect of histamine on target cells. فهو مفيد الانتيستامين بس ما هو رقم واحد. Administer glucocorticoid like hydrocortisone 200 milligram IV which reduce cytokine release and prevent rebound symptoms in severe cases. بس الأكشن ما له delay. فهذا يوضح لك ليش أنه الأدرينالين هو رقم واحد. عندك supportive measures like إذا عنده wheezes ممكن نعطي nebulized beta 2 agonist مثل salbutamol nebulization تبخير to reverse bronchospasm. Hypotension IV fluid restore plasma volume. عنده hypoxia oxygen saturation قليل تنطي oxygen. Individual who recovered from anaphylactic event should be referred for specialist assessment. هاي بعد ما انت تنطي يعني first aid measures والtreatment بالطوارئ والستيشن من يتعافى ودي يطلع ذاك الوقت يحتاج انه ينشاف by specialist. The aim is to identify the trigger factor to educate the patient regarding avoidance and management of subsequent episode and to establish whether a specific treatment such as immunotherapy is indicated. حتى يحاول يلقي الألرجين ويقوم يتجنب المريض أو أنه هل يحتاج هو immunotherapy مثل ما ذكرنا. If trigger factor cannot be identified or avoided recurrence is common. إذا المشكلة ما عرفنا شنو triggering factor for recurrence of anaphylaxis راح يكون common. Patients who have previously experienced an anaphylactic event should be prescribed self-injectable adrenaline and they and their family or carrier should be instructed in its use. يعني تخلي عنده أدرينالين ممكن يستخدمه on need بس لازم يحتاج a proper education. The use of medic alert or similar bracelet will increase the likelihood of the injector being administered in an emergency. يعني انت هوني مثل ما قلنا سوار او قلاده مكتوب بها انه هذا عنده انفلاكسيز ويحتاج ادرينالين حتى من يروح الطوارئ ونفس يعرفون انه هذا ممكن انه يحتاج ادرينالين. نجي هسه على الموضوع الاخير انجيوديما. انجيوديما is episodic localized non-pitting swelling of submucosa or subcutaneous tissue. Most frequently affect face, extremities, genitalia. Involvement of larynx or tongue may cause life-threatening respiratory tract obstruction. Edema of intestinal mucosa may cause abdominal pain and distension. فحسب السايت of edema.
صارت ممكن يجيك فيشل سوينج ليبس، ممكن يكون بالجينيتاليا، اذا صارت باللارينكس هاي تكون سيريوس، ممكن يعمل لك لايف ثريتنج ريسبيراتوري اوبستركشن، بالجي اي تي دياري ابدومينال بين. In most cases, the underlying mechanism is degranulation of mast cells. However, angioedema may occasionally be mediated by increased local bradykinin concentration. Differentiating the mechanism of angioedema is important in determining appropriate investigation treatment. احنا اكو many types of angioedema. وهذا الاختلاف حسب الـ underlying mechanism. في الـ treatment راح يختلف. هل هي due to degranulation of mast cells او انه زيادة الـ bradykinin. لانه الـ treatment راح يختلف بيناتهم. عندنا condition اللي hereditary angioedema also known as inherited C1 inhibitor deficiency is autosomal dominant disorder caused by decreased production or activity of C1 inhibitor protein. This complement regulatory protein inhibits spontaneous activation of the classical complement pathway. It also acts as an inhibitor of kinin cascade, activation of which increases local bradykinin level, giving rise to local pain and swelling. The angioedema, inherited angioedema, may be spontaneous or triggered by local trauma or infection. Multiple parts of body may be involved, especially face, extremities, upper airway, and gastrointestinal tract. Edema of the intestinal wall will cause severe abdominal pain, and many patients with undiagnosed angioedema undergo exploratory laparotomy. يعني من يجي عند severe abdominal pain ممكن يفتحون بطنه حتى يشوفون شنو يسموه exploratory laparotomy, وهو doesn't need that. بس لأنه ما مشخص ما يعرفون شنو السبب, يتوقع appendicitis أو cystitis. The most important complication is laryngeal obstruction, often associated with minor dental procedures which can be fatal. نحن قلنا predisposing factor ممكن يكون trauma, فمثلا عند dental procedure عند طبيب الأسنان وبسببه يصير عنده laryngeal obstruction. Episodes of angioedema are self-limiting and usually resolved within 48 hours. Patients with hereditary angioedema generally present in adolescence but may go undiagnosed for many years. A family history can be identified in 80% of cases. Hereditary angioedema is not associated with allergic disease. هاي مهمة. Not associated with allergic disease and not specifically associated with urticaria. لأن أكو أنواع أخرى من الأنجيوديما associated with allergic disease and with urticaria. How to investigate? Acute episodes are accompanied by low C4 level. A low C4 during episode, the chronic complement حكينا عليه أنه يكون low C4, low C3. Low C4 during episode of angioedema should trigger further investigation. The diagnosis can be confirmed by measurement of C1 inhibitor levels and function. How to manage? Severe acute attacks should be treated with purified C1 inhibitor concentrate or bradykinin receptor antagonist اللي هو يسموه icatibant. Anabolic steroids such as danazole can be used to prevent attacks and act by increasing endogenous production of complement proteins. Tranexamic acid can be helpful as prophylaxis in some patients. Patient can be taught to self-administer therapy and should be advised to carry medic alert or similar. مثل ما حكيناها. هذا التابل بي other types of angioedema. يعني تفر يعني لغرض أخذ فكرة عن الموضوع. يعني مثلا نجي مثلا أكو allergic reaction to specific trigger. الباثوجينيس هو IgE mediated degranulation of mast cells. الهيستامين هو رول. فتشوف الكلينيكال فيتشرز عنده مثلا فيتشرز اوف الرجي وممكن يكون اسوشيتد وذ ارتيكاريا. الاي جي اي سبيسيفيك اي جي تيست اور سكين بريك تيست يوسفول بالمانجمنت. الانتي هيستامين مفيده بالاضافه الارجين افويدنس, بينما مثلا بالاي سي اي انهبيتر اسيت انديديما هذول المرضى ياخذون كابتوبريل او اذر اي سي انهبيتر. الميكانيزم هو مو IgE mediated, هو inhibition of breakdown of bradykinin.
هذا not associated with urticaria, does not cause anaphylaxis. Okay. No specific investigation. The treatment لازم نتوقف discontinue ACE inhibitors and avoid angiotensin receptor blocker. طبعا هذول اللي ياخذون ACE inhibitors انتم اخذتمها بالفارماكولوجي مثلا اخذ كابتوبريل صار عنده كف ممكن يروح على angiotensin receptor blocker اللوزرتان او فازرتان بس اذا صار انجيوديما حتى على هذول ما يصير يتغير لازم نختار غير group of drugs. فهي التايبس مال انجيوديما فقط لغرض المعرفه التغور بس اهم شيء عندنا الهيريتوري انجيوديما اللي ذكرناها. اوكي اذا اكو سؤال تفضلوا. ماك سؤال دكتور العتبي العتبي هي بداية الالرجي؟ عتبي قلنا هي exaggerated IgE response to allergen. exaggerated IgE response to allergen من شخص يتعرض الى allergen معين اكو ناس ما تكون IgE بكميات كبيرة بس اكو certain people راح يكونون كميات كبيرة من ال IgE. هاي ال procedure of excessive IgE response للالرجين يسموها اتوبي بس من تتحول تجيك كلينيكال فيتشرز مثل درماتايتس او اسما هذاك الوقت تسمى الرجيك ديزيز. فهي البروسيجر خلينا نقول يعني بروسيجر او هاو ميكانيزم هاو تو الرجي ديفلوب بس من تصير مانيفيستاشن هذاك الوقت تسمى الرجيك ديزيز. المانيفيستاشن اوف اتوبي الرجيك ديزيز يعني دكتور نقدر نقول بداية الالرجي ديزيز هي الاتوبي. طبعا انت ايش راح يصير الالرجي ديزيز اذا ما يزيد الاي جي اي تمام هو اكسسيف اي جي اي ريسبونس تو الرجي فلازم يصير عندك هاي الخطوه حتى يصير عندك الرجي كباثوجينيسيس. اوكي اوكي دكتور دكتور الانافيلاك الانافيلاك انافيلاكتويد اشني فرق عن الانافيلاك ما قلت لك هي نفسها بس الفرق هاي اي جي اي ميديتد هاي النان اي جي اي ميديتد الكلينيكال فيتشر متقاربه متشابهه بس هاي اي جي اي ميديتد الانافيلاكسيس اللي كان نان اي جي اي ميديتد والكوزز مختلفه. شفت انه هوني مثلا نان ستيرويدال الاكسرسايز الكولد بالانافيلاكتويد بينما بالانفلاكسيس ما موجود الكولد والاكسرسايز. اوكي تذكر التابل العفو دكتور تفضل. بالنسبه للهيريديتري انجيوديما الكوز مالته هو ديفكت بالسي 4 لو ديفكت بالسي 1 ستريز انهبيتر سي 1 انهبيتر سي 1 ستريز انهبيتر انا عم دكتور لان احنا اخذناها بال سي 4 تكون لو بهاي الكونديشن السي 4 تكون لو ما انت او هذا ايش قلنا هو قلنا هذا عنده كنترول على الكلاسيكال كومبلمنت باثوي اللي بيها السي 4 فانت من يصير اكتيفيشن وما بي كنترول راح يصير ريدكشن بالسي 4 لانه راح يستهلك تمام تو بي انفولف وراح يقل بس وليش أصير الحالة ككل أنه C1 inhibitor deficiency اللي هو يشتغل ككنترول على activation of complement cascade classical complement cascade. نحن اتفقنا في المحاضرة السابقة أنه complement من تكون له إما hereditary deficiency أو consumption من يصير consumption مثل immune complex disease وصار activation لل complement pathway نتيجة استخدامه بعد الاكتيفيشن والهي راح يصير consumption فيقل الليفل ماله في during disease activity خلينا نقول او during period of disease activity او انه هي بالاصل قليله hereditary deficiency. هون لما عندك C1 inhibitory deficiency الكلاسيكال pathway will be activated وما بي control على الاكتيفيشن مالته فالC4 بهاي الحاله راح يكون راح يقل نتيجة consumption مفهوم؟
نعم دكتور شكرا. اكو بعد سؤال؟